القوش تاريخها يرتبط بهذا السوق، كون السوق كان قبل كل السياح والكل التجار من معظم القرى المجاورة للقوش، ودعينا أكثر من 50 مشترك يسوون حرف يدوية وأعمال حرفية في كامل أنواعها. كلش فرحانة بأنه إجينا هنا للسوق، لأنه هذا السوق تقريبا صار شبه من عدم. يعني حلوة، لأن هسه يعني شيء يعني اليوم من لهذا، لأن أهل القوش اليوم ما قصروا ويانا، يعني بكل شيء ما قصروا يعني.